إذا لاحظنا أن طموحات الإنسان لا متناهية، وآفاق الخيال البشري لا تقف عند حد، وأن سعة عالم الخيال وآفاق التفكير والتعقل وامتداداته عند البعض النادر من عمالقة الفلاسفة وجهابذة العلماء يبلغ حداً غير قابل للتصور لعامة الناس. إذا لاحظنا ذلك استكشفنا المغزى الرهيب الهائل الذي تحمله جملة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مقتطفات من كتاب السيدة نرجس مدرسة الأجيال لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي.